مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد فريد مفيد بين قصة وقصيد وجميل الحصيد. ننطلق وإياكم مع سيل عارم من الإبداع والمكارم في برنامجكم الأكارم. ننطلق مع نخبة مميزة أخذت من الجمال حيزة اليوم، ما شاء الله تبارك الله، في تنافس الشعراء. الشعراء كأنهم اليوم يقولون احنا الأقوى، الرواة يقولون لا لا احنا الأقوى، معها احنا اللي بنغلب. فيا ترى من اللي اليوم بيصير له السيطرة؟ خلونا نسأل الحصيني ونقول له من اللي اليوم بيسيطر على الوضع كله. شو رأيكم محمد؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي جميع المشاهدين، وحييك أبو عبد المحسن، وحيي الأخوان. السيطرة اليوم ما في سيطرة، في تكافؤ. الشعار ما شاء الله ممتازين وكبار، بحضور أبو عبد الرحمن وأبو فهد الله يجزاهم خير، ومن في شاعر هناك ما في، فهم مو أبو حسام مو بشاعر، فهم مميزين، والرواة أيضا مميزين بحضور أبو صالح وحضوري وأبو عبد المحسن وأبو عبد الكريم. إيه وهذول كلهم يعني في تنافس، في تنافس، في تميز. يا سلام. وفيها ايضا من اللي يفسرون القران، وش اسمها، يتدبرون القران، يتدبرون القران. ابو حسام ما شاء الله يعني في لا بيكون معنا الشيخ عمر السعدان ان شاء الله بعد شوي، ما شاء الله بيجينا، هذا وجاي في الطريق ما شاء الله. اسال الله يبارك الجميع. الحلقه ما شاء الله منوعه، ترى قلنا رايك ما قلنا استلم الطاوله، ترى مثل ايه دق سلف وانطلق راح. الله يسعدكم محمد، يبارك اليوم ما شاء الله تبارك الله. معنا الشاعر الجميل صالح الناصر ابو عبد الرحمن، جاينا من الزلفي، اسال الله عز وجل ان يكتب خطواته وان يسعده في الدنيا والاخره. شاعر جميل ورائع ما شاء الله تبارك الله، ينتقي اللفظة بعناية، يرسم اللوحة بعناية، ويأتي بالأبيات في سرد متوافق جميل رائع. يا سلام. كل الكلام اللي قلته أيضا ينطبق على شاعرنا الجميل عبد الرحمن القوس أبو فهد. عبد الرحمن القوس ما شاء الله تبارك الله اليوم برضو جاي ويقول والله يا أبو عبد المحسن أسعد كثيرا حينما ألتقي بهالجمهور الجميل وأقدم ما لدي. وحنا نقول له أيضا نحن نسعد يا أبو فهد بمجيئك وحديثك. الله يبارك فيك وجمال سمتك وجمال طرحك. الله يبارك فيك. والله أني الحقيقة أني متشرف جدا اليوم بحضوري معكم. الله يسعدك. وإن شاء الله أن نكون ضيوف خفيفين عليكم على السادة المشاهدين. لب عيانك خفيف دم. الله يبارك. وخفيف ظل. الله يبارك. ومقبول ومملوح وكل مجتمع فيك. ما شاء الله. شهادة المحب وشهادة المحب مجروحة. الله يسعدك. يقول لو بغيت الهم والغم تدوس. نعم. فاسمع حبيبك الغالي عبد الرحمن القوس. صح صح. وإن بغيتها جلسة ما عليها قاصر، فاسمع حبيبك الغالي صالح الناصر. يا سلام. الله يسعدكم. يا سلام. يرضى عليك عبد الله. آمين آمين. الله يحييك أبو. الله يبارك فيك ويسلم. هذه من الساعات المباركة إن شاء الله. لب عينك. الله كريم. الله كريم. الله كريم. معنا أنا نسيت أقول له معنا منشد. القصيم الأول صوت عنيزة، صوت عنيزة ما شاء الله أبو صالح، فهو من الأصوات الجميلة على مستوى المملكة ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليك محمد. صوت سدير يا أخي موجود. وصوت سدير. لا سدير، صوت سدير الأول ما شاء الله الزعيم. صوت جميل، أصوات جميلة. الله يطول عمرك. الله يخليك. سنة اليوم منطلق. اي والله حول ما عاد حدير. والله ما شو ابو صالح. والله كثر خيره ابو محمد، نتعلم منه حنا دائما. الله يطول عمرك. اي والله استاذنا ابو محمد. الله يخليك ابو صالح. اقول اليوم ما شاء الله المويه من موارد. اقول شنهم مسترين المويه. مسترين المويه. يعني حتى لو بنشربنا بشربين ست حبات. هذا قلنا تسقي زرع. ابو عبد الكريم تقدر تشربهن الست جميع كذا؟ صايمين. لا 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 لو اننا صايمين تقدر تشربهن كلهن؟ لا في تحدي في مجال. والله يمكن شوي يشربها. وش وش التحدي؟ ممكن ترى ممكن نسوي يوم تحدي. ايوه. ونحط لنا كم ذا نشوف اللي يشرب اكثر. بس لازم سيارة الاسعاف تصير قريبة. لا 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 مو سيارة الاسعاف. لا 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 ما نبي سيارة الاسعاف. نبي نخليها قبل نهاية الحلقة ثلاث دقائق. شو تبدل وانا راح مرة
عشان يروح. ايه اللي يطيح يطيح ولا ذا صار نهينا برنامجنا وبس. ولا لا يا ابو صالح؟ الا بس تلقى الطريق كله عاد. ابو حسان. نعم نعم. يا مرحبا يا مسهلا. الله يسلمك يا ابو عبد. ابو حسان في سؤال لابد تجاوب عليه. هواجيسك ليش اليوم؟ هو نعم البارح انت اخذت دورها برمجة عصبية. اي نعم. تقرأ لغة الوجه.